غراب البين ضيع المشيتين. من الأمثال الشعبية العربية الموروثة يضرب في ترك المرء ما يحسن عمله إلى عمل ما لا يحسنه، فلا هو يجيد ما ذهب إليه ولا هو يقدر على الرجوع إلى ما كان عليه. والغراب جنس من الطيور، جمعه غربان وأغربة، ومن أنواعه أسود وأبقع وزاغ وأعصم. والبين لغة تنوعت معانيها، فمنها الناحية وما يصل بين الأرض والنجوم، والمسافة قدر مد البصر، وهو من الفعل بان، فيقال بان فلان أي رحل. بانت النخلة ونحوها، طالت طولا ظاهرا، وبان أي ذهب ولم يعد. وترجع قصة المثل إلى يوم اجتمعت فيه الحيوانات لاستعراض مشياتها، كل حيوان يتباهى بما لديه. تفوق الغراب في جذب الانتباه بمشيته الرشيقة، فكان يسير على رجل واحدة ثم يبدل بين الرجل والأخرى. بعدها كان دور العصفور، فأعجب الغراب بقفزاته السريعة المتناسقة ورغب في تقليده، ولكن كيف له ذلك بوزنه الثقيل وقدميه الكبيرتين؟ فكلما حاول القفز تعثر ووقع، ولم ينجح إلا في إضحاك الحيوانات على فعله، وظل يحاول دون جدوى حتى يأس، ولما أراد العودة إلى مشيته كان قد نسيها، فراح يمشي بطريقة غريبة مضحكة لم يعهدها أحد من الحيوانات. فلا هو قدر على القفز وأحسنه، ولا هو حافظ على مشيته الأولى، متواريا عن النظر بين الأشجار. كان ثمة صياد شاهد ما حدث، نظر إلى الغراب ساخرا وقال: غراب البين ضيع المشيتين. ومن حينها كل من يضيع المشيتين يجني على نفسه ويصير غراب البين.